السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة كودينغ نايتر الكات. في الجزء السابق شنو كنا شفنا واحد المقدمة. وسيدي في الجزء هذا كنا غادي نشوفو كيفاش نديرو أول حاجة، حيت هادشي راه كاين في الدوكيمونطاسيون هنايا، كيقول لك انفو انستالي. فخصك شنو قلنا دابا غادي نشوفو بعدا كيفاش نبدلو لونفيرونمون. اننا نحددو بان لونفيرونمون اللي غنخدمو فيه هو الديفلوبمون، يعني ماشي البروداكشن. شنو هو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هو انه زعما حنا كنقولو باننا رحنا غادي رحنا خدامين في الديفلوبمون، يعني ما حطيناش لابليكاسيون ديالنا في يعني في واحد السيرفر باش غادي تبقى يعني باش تولي لايف، فهمتيني؟ فحنايا كنقولوا له باننا رحنا هي دايرين هي شتي اون ديس فايل خص تشينج، هي دايرين سي اي انفايرمنتس اند تشينج فروم برودكشن تو ديفلوبمنت. فحنا شنو كنقولوا؟ كنقولوا باننا رحنا دابا كنديفلوبيو، يعني ما حطيناش لو سيت ديالنا اون ليني. فاش كنشونجيوه من البرودكشن للديفلوبمنت فكيتافيشاو عندنا لي زيرور. لي زيرور مثلا الا كانت عندنا شي ايرور ديال لو كونيكسيون مع لا باز دوني فكتافيشا، عكس الا كنا دايرين الديفلوبمنت ولا البرودكشن. عكس الا كنا دايرين البرودكشن، فالبرودكشن هو فاش كنحط لو سيت لايف اون ليني، فتما ما كيتافيشاوش لي ميساج ديرور. فاحنا خصنا باش نافيشيو لي ميساج ديرور ديالنا خصنا ناكتيفيو كما قلنا لونفيرونمون اللي هو ديفلوبمون. فغادي نجي البروجي ديالي كاين عندي هنا في اش تي بوكس كود اغنايتر بلوك تشانل، فغادي نفتحو هذا وغادي نديرو بعدا نقادو هذا ونديرو واحد الدويرة على لابليكاسيون على على الفولدرز ولا لي دوسي اللي عندنا نعرفوهم بعدا ديالاش ولاش صالحين. فاول حاجه غادي ديرها هي غادي تجي غادي تبدل هذا الفيشي هذا اللي هو الفيشي دونفيرونمون، غادي تعاود تسميه غادي تسميه بوان اونفيرونمون. هذا فيه لي فاريابل دونفيرونمون. فهاد لي فاريابل دونفيرونمون الا فتحنا الفيشي ديالنا فشنو عندنا هنا فهاد لي فاريابل دونفيرونمون؟ كاين اليوريل دو باز، فمن بعد غادي نشوفو هادشي. كاين سيسيون درايفر، يعني السيسيون باش غنخدمو من بعد. المهم نوصلو لهادشي غادي نشوفوه دابا. دابا غير تبعني انا شنو كنقول وصافي. فيها سيدي لاباز دو دوني، فخصني نقلب فين هي. كاين داك السي اي انفايرمنت ها هي هادي، فغادي نجي وغادي نحيدو لها الكومونتير هنا وغادي نردو ديفلوبمون سي فماشي برودكشن، باش يتافيشاو عندنا لي زيرور ديال قلنا ديال اللي كانوا عندنا شي ايرور يتافيشاو. فاحنا دابا حيدنا هادي، فغادي نديرو واحد الدويره خفيفه ظريفه على هاد لي دوسي هادو، نعرفو بعدا كل واحد شنو فيه. فعندنا هنايا هاد الاب، الاب هو لابليكاسيون ديالنا، فيها الكونفيغ دوسي كونفيغ، فيه الاوتو لود هذا اللي كيدير الاوتو لود لا كلاس، عندنا لي كونستونت الا كانوا عندنا دي كونستونت، عندنا الداتابيز هذا فيه الكلاس اللي قلت لك قبيله باش كنا هضرنا، هادي كلاس اللي كدير لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. فهنايا انت كتجي كدير اليوزر نيم ديالك اللي عندك في اللوكال هوست والباسورد والداتابيز السميه ديالها وهذا الدرايفر ماي اس كيو ال اي. وهنا نقدروا الا ما كانش عندنا الفاريابل لونفيرونمون هي اللي كاينه في بوين ايف، فهنا من هنا تما كيريكوبيري لونفيرونمون. فهنايا لا هنا الدي بي ديباغ هادي هي لافيشاج ديال لي زيرور الا ما كناش في البروديكسيون، الا كان لونفيرونمون ديالنا ديفلوبمون سي كان افيشيو لي زيرور ما كانش عندنا، كان افيشيو ما كان افيشيوهمش في البروداكشن. وهنايا داير لي تي اف جينيرال سي اي وصافي، هاديك ديال لاباز دو دوني. ما باقي لي فيشي دابا نشوفوهم من بعد، ربما نشوفو شي حاجه فيهم، خصوصا لي روت، حيت لي روت هما اللي غادي نحتاجوهم حتى هما فاش غادي نوصلو لهم غادي نخدمو لي روت. من بعد غادي نشوفو هادشي. عندنا شنو اخر؟ عندنا سيدي عندنا الدوسي رقم جوج الكونترولرز. فالكونترولرز هنا عندي لي كونترولر، ف بالنسبة للفريمورك كاملين، لا الفريمورك بي اش بي، لا كود اغنايتر، لا رافل، لا سيمفوني، فكلهم كيخدمو بستركتور ام في سي. شنو هي ستركتور ام في سي؟ هي موديل كونترولر
فيو. فالكونترولر الموديل عنده علاقه مع لاباز دو دوني. الى شفتي هنايا غادي تلقى هنايا غادي يكون عندنا المودلز، من بعد غادي نزيدوهم هاد المودلز. شنو عندهم علاقه مع لاباز دو دوني؟ والفيوز هما لي باج. الفيوز هما هاد لي باج، مثلا هاد لاباج هادي اللي كتشوف هنا ويلكم تو كود اغنايتر، ها هي كاينه في الفيو. ها هي فيوز، هي هاد ويلكم ميساج، هادي ها هي شتي هاد ويلكم ميساج، ها هي ويلكم تو كود اغنايتر فور، هي شتي. فهذا هو الفيوز. الفيوز هو داكشي اللي كيتافيشا ليتيليزاتور. والكونترولر، الكونترولر عندي هنايا هاد البيز كونترولر. هاد البيز كونترولر هذا ما كنحاديوش كاع، ما كنموديفيو فيه حتى شي حاجه، حيت هذا الكونترولر دو باز. والكونترولر دو باز هو اللي فيه كاع لي فونكسيون اللي كتعطيهم لنا كود اغنايتر، اللي ممكن نخدمو بهم في الكونترولر ديالنا. هنايا عندنا كونترولر اللي كيجينا بار ديفو مع لابليكاسيون ديالنا. الكونترولر هذا هو هوم، وكي اكستندز يعني كي اريتي من هذا اللي هو البيز كونترولر. فاش كي اريتي منه كيولي عنده الامكانيه ديال انه يخدم بداك لي فونكسيون اللي فيه هو اللي عندنا في البيز كونترولر. ما بين هاد لي فونكسيون كاينه هاد الفيو. هادي الفيو شنو كدير؟ كاين الفونكسيون الاولى اللي هي اندكس اللي ديال الكونترولر اللي هو هوم، وهادي فيو ديال هاد البيز كونترولر. هذا هاد فيو شنو الدور ديالها؟ كتافيشي لنا الفيو اللي عندنا هنايا في الدوسي فيوز. فهاد ويلكم ميساج ها هي كاينه هنايا. فحنا فاش كنمشيو للهوم اندكس، اول حاجه كتافيش لنا هي هاد الفيو هادي اللي هي هادي. فحنا هنايا حيت عندنا بار ديفو الكونترولر، فاش كندخلوا لاباج ديالنا الاولى في بار ديفو الكونترولر كيكون هو هوم، فاوتوماتيكيا كافيشي لنا هاد لاباج هادي. فالا جينا وخا نجيو حتى لهنا ونبدلو، نديرو هنايا مثلا هوم سلاش اندكس، فالكونترولر هو هوم، فهنا هوم، والاخر لاباج هي اندكس، والفونكسيون هي اندكس. فالا درنا اونتري فغيدينا نفس هادشي اللي كان عندنا من قبل، فهو كيمشي للكونترول اللي هو هوم، والفونكسيون اللي هي اندكس. والفونكسيون اندكس كتريتورني لنا شنو؟ كتريتورني لنا لاباج اللي هي ويلكم. هادو ويلكم هادي هي هادي، ونقدروا نحيدو حتى اندكس ونديرو مثلا نمشيو للكونترولر هوم، فهو اوتوماتيكيا كي اكزيكوتي الفونكسيون اللي هي اندكس. ونفس الشيء في لاباج داكوي، حيت بار ديفو عندنا الكونترولر بار ديفو هو الهوم، داكشي علاش كي افيشي لنا هادي. فالدور ديال الكونترولر هو اللي كيلعب الدور ما بين، يعني الوسيط ما بين ليوتيليزاتور اليوزر اللي كيجي كيدخل لو سيت ديالي. فاول حاجه اليوزر كيمشي لها فاش كيدخل لهنا اليوريل، هي كيمشي للكونترولر، التسميه ديال الكونترولر. هذا الكونترولر هذا ملي كنقول انا بغيت الكونترولر هوم، فهو اوتوماتيكيا كي اكزيكوتي الفونكسيون اندكس. فونكسيون اندكس قلنا كترتورني لاباج. فالكونترولر كيلعب الدور ديال الوسيط ما بين ليوتيليزاتور وما بين الفيوز وما بين الموديل. تيم فمازال من بعد ملي غنوصلو للموديل غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو بالكونترولر باش نريكوبيريو لي دوني من لاباز دو دوني عن طريق الموديل، ونصيفطوها للفيو اللي هي هاد الفيو هادي، باش الفيو تافيشا لعند ليوتيليزاتور. هنا مازال غادي نوصلو لهادشي. فهادي هي ستركتور ام في سي، ستركتور ام في سي موديل فيو كونترولر، هي هادي فيها تلاتة ديال المكونات. من بعد قلنا اننا لي داتابيز، داتابيز هادو كاع داكشي اللي عنده علاقه بلاباز دو دوني، لي ميغراسيون سيتز. من بعد فاش غنوصلو للميغريشن غادي نعرفو هادشي. هاد الفلترز ما داعي للهيلبرز، هادو نقدرو نزيدوهم من بعد. لانجويج هنايا اللغه بار ديفو كتكون اللغه هي الانجليش، وتقدر تزيد شي باكيج اخر مثلا اللي فيه مثلا هنا الفاليديشن، فهنا لي زيرور دو فاليداسيون. نقدروا نزيدو مثلا شي حاجه اخرى من غير الانجليش، مثلا الا كنتي غتخدم بالفرونسي تقدر تزيد واحد الدوسي اخر فيه اف ار باش تدير بان اللغه الرئيسيه هي الفرونسي او لا العربيه او لا اي لغه. هنا اللايبريز هادي ما فيها والو. هنا قلنا المودلز هما دي كلاس اللي عندهم علاقه مع لاباز دو دوني. قلنا الفيوز هما لي باج ديالنا اللي كتافيشو عند ليوتيليزاتور. عندنا هادي اللي كتافيشو بار ديفو،
وان هنا هاد الايرور هادي الايرورز في هذاك الايرور 404 الا ما كانش عندنا شي كنترولر مثلا مشينا لشي كنترولر تيست اللي ما عندناش فهي 404 هي اللي تافيشات. فهو فاش كتمشي لشي كنترولر ولا شي ميثود اللي ما كايناش فاوتوماتيكيا كيافيشي لك هاد لاباج هادي اللي هي كاينه هنايا هادي هاد ايرور 404 هي هذيك اللي راه مافيشي عندنا هي ايرور 404 نوت فاوند. فهذا فيما يخص الفيوز. وما تبقى ان هنايا هاد البابليك هنا غيكون عندنا الفيشي كيكون عندنا لي دوسي سي اس اس والجافا سكريبت والشي الاخر هاد الفوندور وهادو هادو غير لي باكيج اللي كان انستاليو. فاي باكيج انستاليناه كنلقاوه هنايا. فهذا ما كان بالنسبة لهاد لي دوسي هادو يعني درنا واحد الدورة خفيفة ظريفة على هاد لي دوسي هادو. فلي فيديو ما غاديش يكونوا طوالين فغيكون ما بين 4 دقائق حتى ل 10 دقائق. فنحاول ما امكن انني في هذا راني فت في 10 دقائق فنحاول ما امكن انني ما نفوتش 10 دقائق. فغادي نوقف هنا ونشوفوا في الجزء القادم.